غشة غشة برشلونة، ريال مدريد. برشلونة ده نادي مستفز. لا لا يا عم حرام عليك، لا الاهلي ده جعل لي وزيرا من اهلي هارون يا اخي. لا لا دول فريق يعني انا منتظر اللحظه التراجيديه اما ينهار الفريق ده عشانهم كلهم كبار، انتبه كلهم يعني في ثلاثينات وفي 27 28، دول في ثلاث سنين على امك. مش مش لا ايوه بس اللي حصل ايه؟ ان الطريقه بتاع جوارديولا خلاص يعني هي البديل ليها. يعني انا قعدت فكره لعيب قديم يعني ان انا عايز افسد خطه جوارديولا دي، اجيب اعلى لياقه بدنيه وسرعه والعب مان تو مان، بس خلاص. لكن هم شوف قد كده بينيموا يعني بينيموا الفريق، الفرقه اللي قصادهم يفضلوا يبصوا لبعض بصات قصيره بهدوء تنويم. لا 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 بص بس لا بقت سخيفه يعني اقصد ايه، انا خلاص برشلونه اشوف اول ماتش لقيت نفس الطريقه بتاعت واحده واحده دي، اروح قالي بتفرج على ماتش تاني وارجع اشوف بعد 45 دقيقه جابوا جول، اوكي خلاص ما انا عارف انهم هيجيبوا اربع اجوال. يعني فاهم قصدي؟ لا كريستيانو حظه وحش خلي بالك، يعني ميسي ما هو في الارجنتين مش قادر يعمل حاجه، اصل وراه ثلاثه عتاوله. لا يا عمي ده ولاد كلب اسمهم ايه دول؟ نياس ونشافي وفابريجاس. ده فابريجاس ده لعيب لا يقل عن ميسي.